قتل الهوى وتقيد الشيطان، فلقد أتى شهر الهدى رمضان، وتفتحت أبواب جنات العلا، وتزينت حور بهن حسان. قتل الهوى وتقيد الشيطان، فلقد أتى شهر الهدى رمضان، وتفتحت أبواب جنات العلا، وتزينت حور بهن حسان. وانساب عطر كالغدير على الدنا، وهل لريحك أيها الريان؟ يا باغي الخيرات أقبل، إنها خلق النجاة شراعها الإحسان، خلق النجاة شراعها الإحسان. قتل الهوى وتقيد الشيطان، فلقد أتى شهر الهدى رمضان، وتفتحت أبواب جنات العلا، وتزينت حور بهن حسان. والصوم زاد للقلوب وطاقة قدسية تسمو بها الوجدان، تسمو به الأرواح عاش هواتها، وتعف ما يدعو له العصيان. وحلاوة الإيمان تبدو عندما يأتي الدجى ويرتل القرآن، يأتي الدجى ويرتل القرآن. قتل الهوى وتقيد الشيطان، فلقد أتى شهر الهدى رمضان، وتفتحت أبواب جنة العلا، وتزينت حور بهن حسان. رمضان يا شهر الجهاد يمدنا بعزيمة يقوى بها الإيمان، كي يشرق الإسلام بعد غروبه، فهو الذي تحيا به الأوطان، فهو الذي تحيا به الأوطان. ستنير يا